السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، وألف مرحبا المدة هذه ما درت شي فيديو على القناة. صراحة انشغلت بحياتي اليومية وصافي، ومدة هذه ما صورت شي حاجة، وقلت اليوم علاش لا، اليوم دايرة باستو، وهذا هو النوع ديال الباستا اللي غادي ندير. هي ايطاليا تقريبا كتباع، راكم عارفين، في المحل ديال ليدل. هنا الباستا كيفاش كتبان عندي تقريبا على ما تيقولوا هما، يعني مصطنعه بالليد، يعني بطريقه تقليديه، ماشي بحال دوك اللي كنلقاهم جاهزين وهذا. وفي نفس الوقت كيجيو معاها واحد العشوب ديالها، صراحه تيجيو بنانين بنانين بنانين. اليوم ان شاء الله غادي نديرها بالخضره. المهم تعجبني هذا النوع، تعجبني بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو، شي حاجه عاديه ولكن تيجي بنين 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 بزاف. طبعا اول حاجه كنديروها في الماء تسلق، بعد ما كتقرب تنضج، ونبداو نزيدو على الخضره فقط. يعني شي حاجه اللي هي عاديه، ماشي شي حاجه زعما خارقه العاده ولا شي حاجه جديده، لا، كيف كنديروها عاده. وهنا عندي الخضره اللي غادي نستعمل مع الباستا. المهم عندي فلفله حمراء، خضراء بالالوان الصفراء، ليمونيه، عندي المشروم اللي هو الفطر مقطع على شكل طولي، فلفله خضراء حتى هي، عندي هنا الكرنب مقطع على هذا الشكل هذايا، عندي خزو محكوك، وكذلك عندي الكورجيتا ولا القرعه الخضراء حتى هي محكوكه. تقريبا هذه هي الخضره اللي غادي نستعمل، كتجي رائعه جدا مع الباستا. كنظن الا استعملتوها مع باستا واحده اخرى تقدر تجي بنفس المذاق.
هنا طبعا بعد ما حطينا الخضرة كاملة غادي نضيفوا الأعشاب اللي كتجي معها، هي مخصصة لهذا النوع ديال الباستا. كنضن فيها الزعتر، هذيك الحار، الابزار، مهم مجموعة ديال الأعشاب مخصصة لهذا النوع هذا ديال الباستا. كنحطو طبعا القدر اللي بغينا ونخلطو. المنظر ديالو تيشهي، بنين بنين بزاف. هنا غادي نضيفو لاصوص طوماط ولا مطيشة محكوكة مخصصة لهذا النوع ديال الباستا، لانه راكم عارفين فيها انواع بزاف. بعد ما تنضيفو القدر اللي بغينا احنا طبعا نعين ميزاننا، ونخلطو المكونات مع بعض لغاية ما تنسجم مع بعضيتها وطبعا تنضج. دابا غادي نضيف الثومه، عندي هنا جوج فصوص ديال الثومه محكوكه. ومن بعدها غادي نضيفو الزيت البلدية، نقدر الكافي طبعا، ودائما نخليوه اخر حاجة باش كنحسو بالمذاق ديالها زوين في الباستا. كنت ننسى اهم حاجة اللي هي الملح، لانه هو تيعطي واحد الفليفر ولا واحد النكهة للباستا طبعا. اللي كياخد الحاجات مسوسين ماشي مشكلة، عادي يقدر يستغنى عليه. وهنا بعد ما نضجات لينا الباستا ديالنا تنحطوها في طبق التقديم. صراحة المنظر ديالها كيشهي، وهي مازال سخونة. واو، بصحتكم. وهكذا كيجي الطبق النهائي مع الخضره، كتبان هذيك الفلفله بالالوان ديالها طبعا واعره واعره بزاف بزاف. شنقول لكم بالصحه والراحه. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديال الفيديوهات ديالي. شكرا بزاف على انكم كتعطيو كتخصوا وقت من وقيت عندكم وكتدخلوا القناه عندي. شكرا على اللايكات، شكرا على لي كومونتير، شكرا على كل شيء. ونتمنى لكم نهار سعيد، ونقول لكم بالسلامه.